عسلي ما مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا كما قاعدين نشوفوا باش نعملوا سلاطة المشوية. السلاطة التونسية المشوية تتكون من فلفل اخضر وطماطم وبصل وثوم باش نفوحوا به. لكن قبل كل شيء انا اليوم سلاطة المشوية باش نعملها على الغاز على خاطر نسكن في بلاص وما نجمش نعمل ما نجمش نشعل الكانون. اما هي اصل السلطة التونسية المشوية هذه تجي على الكانون. بالنسبة على غالب ما نجمش نشعل الكانون، دونك انا سلطة مشوية نطيبها في الطبق هذي اللي هو طبق الخبز. قبل كل شيء باش نحطه يسخن. بعد ما حطيت الطبق بتاعي يسخن باش نقولكم على المكونات. لهنا خديت رطل الطماطم، خديت راس بصل متوسطة هاكا مش كبير، وخديت راس ثوم نقصت منه 3 كعبات، ولهنا عندي كيلو وشوية كيلو 100 غرام بالضبط فلفل أخضر. احنا وين انا نسكن ما عندناش الفلفل المسكي متاع تونس، عندنا يا فلفل حار يا فلفل حلو كيما قاعدين تشوفوا. ها الفلفل الحلو أخشين على غالب ما عندناش الفلفل المسكي، دونك شنو نعمل؟ نخلط ما بين الفلفل الحلو والفلفل الحار. خديت حسب التقريب كيف كيف رطل حلو ورطل حار على خاطر الحار هذا حار برشا، دونك نعاود كيلو فلفل عليه رطل طماطم وعليه راس بصل وكعبه وراس ثوم ناقص شويه. توا نستنى الطبق نتاعي يسخن ونحط الخضره نتاعي تتشوي بالقدا. لهنا الطاجين هاكا سخن باش نبدا نشوي في الخضر متاعي. نبدأ بالفلفل نكمل الكل ومن بعد نشوي الطماطم والبصل والثوم، دونك نحط نشويهم الكل ومن بعد نوريكم كيفاش باش نعملولها. لهنا حبيت نوريكم هاكا فما قرون طابو سيء باش نهبطهم. هني خديت ساشي نتاع ساشي نظيفة أي ساشي نظيفة وديريكت اول ما نهبطوا قرون الفلفل وديريكت اول ما نهبطوا قرون الفلفل نحطوهم في ساشي، وديما نخلي اخر ساشي ملمومة. علاش نعملو هكا؟ باش ترجع السخانة على الفلفل باش بعد يتقشر بسهولة تامة معانا ما يعذبناش في التقشير. على ذيك ديريكت الخضرة أول ما نهبطوها نحطوها في ساشي. لهنا الفلفل هاكا تشوي معايا كيما شفتو، حطيتو في ساشي عرق معناها السخانة الكل رجعت هكيكا بسهولة يتقشر معانا. لهنا كيما قاعدين نشوفو نجي لهنا نحي الراس نتاعو، وانا كيما قلت لكم الفلفل هذايا حار برشا، دونك شنو نعمل؟ نحي الزريعه. فما اللي نحي زريعه الفلفل فما اللي ما ينحيش. انا من الناس اللي ما نحيش، نحسها بالعكس زريعه الفلفل تبنى السلطه مشويه. مي فما ناس نحيها، مي انا لهنا نحيها كيما قلت لكم على خاطر الفلفل هذا حار برشا، كي باش نخلي الزريعه باش تجيني حاره برشا. دونك الزريعه نتاع الحار باش نحيها والزريعه نتاع الحلو باش نخليها. لهنا هذا الحلو قصيتو على زوز خاطر كيما شفتو كبير برشا باش طاب معايا كيف كيف نقشرو، وكيما قلت لكم الزريعه نتاعو نخليها. دونك نحي جوست الراس هذايا ونخليها لهنا. ولهنا كان لاحظتو بالنسبة لي أنا من بين سر أسرار بنة السلطة مشوية أنه نسقطروها من الماء. خاطر أول حاجة السلطة مشوية كي ما تسقطرش من الماء منظرها ما يجيش مزيان، يولي هكيكا ماء على سلطة على زيت تبدا مخلطة. أنا شخصيا ما تعجبنيش، يمكن فما اللي تعجبو سلطة هكيكا تبدا بالماء. على هذيك أنا ننصحكم كي تبداو تقشروا في السلطة ديريكت تقشروا وحطوها في حاجة منقبة هكيكا يهبط الماء الكل. تو انا باش نكمل نقشر الفلفل نتاعي والطماطم هيك قاعدة تيب نكمل نقشرها نوريكم كيفاش باش نرحيها وكيفاش نفوحها. لهنا كملت قشرت الخضرة نتاعي هذا الفلفل هذايا
البصل والثوم، وهذه الطماطم قصيتها شويه ونحيت لها الزريعه نتاعها. هاكا كيما قاعدين نشوفوا، شفتوا قداش هبط منه ماء، وراهو قد ما تخليوه قد ما يزيد يتسقطر ويهبط منه الماء. وتوا مقعد كان باش نرحيه. انا اليوم باش نرحيه في الماكينه هذيا. هو من مستحسن ثلاثه من شويه ما نرحوهاش في الماكينه هذيا، علاش؟ على خاطرها ترحي برشا، لكن نجمو معناها نتحكمو احنا في الرحيان نتاع السلطه. انتوما كانت نجمو تعملوها بالمهراس، بنت سلطه مشويه هكاكا تبدا مهرسه بالمهراس، تبدا مش مهرسه برشا. انا للاسف ما نجمش نعمل المهراس، لاني نحط شويه فلفل وشويه طماطم ونرحيو كيما قلت لكم، ما نبلغوش في الرحيان باش ما باش ما ترتاحش برشا، تولي كل برودو معناها. فوالا، بالنسبه ليا انا الرحيان هكا به، كما قلت لكم ما نحبهاش مرحيه برشا. وتوا نكمل نرحي بقيه الخضره اللي عندي بنفس الطريقه. لهني هكا كملت رحيت الكميه اللي عندي الكل. كما شفتوا انا ما نحبهاش مرحيه برشا، نحبها تقولش عليها بالمهرسه بالمهراس. انتم كان تحبوها هكا، والا كان تحبوها تبدا مرحيه اكثر بطبيعه، تنجموا تعملوا كما تحبوا انتم. كما شفتوا حطيتها كيف كيف تتسقطر، شوفوا الماء وراهو ما باتوا عندي 3 دقائق من اللي رحيتها. قد ما تخليوها في الكسكيس قد ما تتسقطر. انا ساعات نخليها الليله كامله، نحطها هكا في الفريجيدير نغطيها ونخليها تتسقطر باش تشيح مكل الماء هذاك الكل نهائيا. انا توا باش نخليها تتسقطر شويه وبعد نوريكم كيفاش باش نفوحها. هني السلطه نتاعنا هيك مازالت تتسقطر، شفتوا كميه الماء. انا توا مازلت باش نخليها تتسقطر، اما باش نوريكم كيفاش نفوح السلطه نتاعي. باش ناخذ كميه صغيره هذه باش نستعملها كان لعشاء الليله، والبقيه باش نخبيه. وزيدا باش نوريكم كيفاش تحتفظوا بالسلطه المشويه لمده طويله ومن غير ما يتبدل المطعم نتاعها. لهني باش نحط بالطبيعه الملح، نحط لها شويه تابل وكرويه، هذه بهارات مشكله تونسيه تتعمل في الدار، يبننها بالكدا. وبالطبيعه زيت الزيتونه، نخلطها. هذا هو اللفاح نتاع الهريسه نتاع السلطه المشويه، فما زاد يسموها هريسه خضراء زيده في بعض المناطق، احنا نقول لها سلطه مشويه. هنا مقعد الكريم باش نحطها في صحن التقديم، نجي نعمل رشة متاع زي زيتونة. خاطري دار فيها جات حارة، خاطري دايا ديجا بديت توزوز من توا، دار فيها ليلة. وبالنسبة للسلطة مشوية تزينوها كيما تحبوا. انا لهني اخذي صمت كعبة اعظم، ولهني نزيدها كعبة زيتون. كما قلت لكم تزينوا
بالمتوفر عندكم، ولهنا باش نزيدها شويه طن. هو بصفه عامه هذه هي سلطه مشويه باش نزينوها. بالطبيعه كان متوفر كان مش متوفر نجمو نستغنيو على هذا الكل. نزيدها شويه طن، هذه هي سلطتنا اليوم وهذه دبارتنا لليوم. وتوا باش نوريكم كيفاش تحتفظوا بالسلطه المشويه. انا توا باش نحكي عن تجربه، انا ما نعملش ديما سلطه مشويه الحق، خاطر نحسها تاخذ وقت وحوسه وكل شيء. انا ديما نعمل كميه كبيره، ناكلش باش ناكل نهارتها ولا نخلي حكه صغيره في الفريجيدير. ومن بعد ناخذ الحكوك هذوما صغار، الحكوك هذوما يدخلوا للكونجيلاتور، نحط فيهم الكميه اللي انا نستحقها من غير ما نملحها. زيت باش نملحوها توا، لا ملح لا زيت، لا من غير ما نفوحوها، لا ملح لا زيت لا حتى شيء. نجي لهنا نسكر الحكه ونحطها في الكونجيلاتور تقعد ما يجرى لها حتى شيء. لكن ردوا بالكم راهو ما نخبي وصلاتة الا ما تكون ببرد نهائيا نهائيا. نحطها في الكونجيلاتور ونهار اللي نبدا حاجتي بسلطه مشويه نجبدها من الصباح. وشنو نعمل؟ نحيها من الحكه ونحطها في صفايه. علاش نحطها في صفايه؟ بشكل ماء زايد وكالثلج الزايد يهبط ما يقعدش، دونك ترجع لنا السلطه مشويه تقولش علينا طيبناها. تو نعاود ونقولكم انا راني نحكي عن تجربه. السلطه مشويه كي نحطها في الكونجيلاتور ما يتبدلش المطعم نتاعها. فما ناس تقول يتبدل المطعم نتاعها، انا ما شفتش فرق. وخاصه الحاجه هذه تساعد الناس اللي تخدم ما عندهاش برشا وقت، وبالاخص جينا تو رمضان نجمو نعملوها من قبل رمضان ونخبيوها هكيكا، نكونوا ربحنا الوقت، خاصة الوقت اللي في وقتنا توا ما عادش متوفر برشا. دونك هذه هي طريقتي في الاحتفاظ بالسلطة المشوية المدة طويلة. وهذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وخاصة ان شاء الله تكون حصلت الافادة. وتوا مقعد لي كان نقولكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي. بسلامة.